العشوائي مع الشاطر، ده اسم الهاشتاج اللي احنا هنشتغل عليه النهارده. اي سؤال حضراتكم عايزين تسالوه للكابتن سيد حمدي الحقيقه، اي سؤال كالعاده دايما هناخد كل اسئله حضراتكم في اخر كل سيجمنت كده بنتكلم فيه، هاخد بعض الاسئله اللي حضراتكم دايما بتبعتوها لنا. العشوائي مع الشاطر، هو مبسوط بالاسم عشوائي، هو مبسوط. طيب سيد فكرني كده ب 2012، 2012 كانت المباراه النهائيه، كانت لسه المباريات النهائيه بتتلعب على ذهاب واياب. المباراه الاولى انت احرزت هدف على ما اتذكر، جبت جون التعادل. جون التعادل كان في الدقيقه يعني كانت داخله على 90 حاجه و80 العادي يعني. ف ايه اللي حصل واحكي لي الماتش ده كان ماشي ازاي وقدرنا نتعادل احنا اللي كنا مغلوبين اعتقد 1-0. كنا دخل فينا جون الهشري اعتقد، طبعا الهشري وليد الهشري، وليد الهشري هو اللي جاب الجون. واحنا كنا ماشيين كويس، احنا كنا يعني المباراه كنا دايرينا كويس وبنحاول بقدر الامكان ان احنا ما يجيش فينا جون. فخطفنا الجون اللي هو من ضربه ركنيه ما مسكناش كويس، طبعا وليد هشري طويل جدا فطلع فوق جاب الجون. فلكن اتوترنا ساعتها. لا لا لا، هي دي الميزه، الميزه ان احنا في لعيبه النادي الاهلي، يعني انا اتشرفت ان انا لعبت في جيل عظماء زمان. ممكن تحكي لنا الجيل يعني مين اللي كان بيلعب جون، مين اللي كان بيلعب بره؟ كان اكرامي واقف، كان شريف عبد الفضيل، شريف عبد الفضيل، سيد معوض، حسام غالي، وائل جمعه، ابو تريكه، جده، بركات، متعب، لا كان كنا يعني شديد. لكن التشكيل انا تقريبا هم اللي كانوا في التوقيت ده في بدء المباراه، يعني ابو تريكه وجده واحمد فتحي طبعا. لا اللي يطمنك ان انت كنت برضو بتلعب مع لعيبه مرت عليها الامور دي. انا كان بالنسبه لي كانت اول بطوله ليا وبطوله افريقيه، ومعروف ان البطوله دي مهمه جدا للجمهور. قدروا من كتر في الكلام يعني في المباراه، لا عادي يلا ونشتغل وما فيش اي مشكله خالص. وقدرنا ان احنا في بعد ما نزلت الحمد لله ربنا كرمنا، نزلت اعتقد 60 62 حاجه كده، لا استحوذنا ورحنا للجون كذا مره. وكان لي نصيب ان انا اجيب جون التعادل. و مين اللي عمل لك الجون؟ احمد فتحي. احمد فتحي لعب. احمد فتحي كان رقص وبيشوط بشماله او لعبها بينيه ليا، فكنت انا موجود في التوقيت ده والحمد لله قدرنا نجيب الجون ورايحين مبسوطين، يعني رايحين برضو مرتاحين من التعادل. لان احنا الفنيه كنا يعني مع ان لعب الترجي طبعا بلاعيبته برضو كان الموضوع مختلف، يعني هم كان برضو وقتها كان لعيبه يعني جيل مختلف على الجيل فنيا، فنيا كان يعني عاليين جدا. لكن برضو مع الكلام في الاوضه، مع الكلام مع اللعيبه الكبار، الامور دي عدت علينا. لا واحد واحد برضو ده نفسيا كويس ان احنا برضو جبنا جون، كنا ممكن نبقى رايحين خاسرين 1-0 نفسيا برضو. اشتغلنا في النقطه، اشتغلنا في الفتره دي كويس جدا على ناحيه انها عادي كان لنا 0-0 ورايحين نلعب مباراه بره ارضنا وبطوله مهمه. كان يعني الكابتن حسام البدري مدير فني والكابتن محمد يوسف اعتقد مدرب عام. اشتغلنا في الحته دي نفسيا كويس جدا. من اللعيبه الكبار اللي كانوا موجودين ومن الجهاز الفني بصراحه قدر يوصلنا للمباراه، رغم ان كان في ليله المباراه كان في حاجات كتيره جدا اثرت علينا شويه. بمعنى يعني ما كناش عارفين ننام، يعني من الخبط الماتش الاهلي في مناوشات كتيره جدا يخرجك بره تركيزك. لما نزلت الملعب كان في جمهور كتير جدا، ما احنا متعودين على الجمهور، لكن ما فيش الجمهور بتاعك اللي هو يساندك. شايف بص جمهور الترجي كله حوالي كان 30,000 تقريبا في الوقت ده. احنا بنحب الجمهور لكن برضو ما عندكش الجمهور اللي يساندك شويه هناك في تونس. في تونس فلكن عارف انا اتذكر مباراه الصفاقسي زي ما انت بتقول كده، استاد رادس كله مليان على اخره و80 90 اهلاوي. ال 80 90 اهلاوي كان صوتهم بال 100,000 ولا ال 30 أو 40,000 اللي موجودين في الاستاد، انت متخيل؟ طبعا طبعا. مباراه الصفاقسي لا اي عدد للنادي الاهلي بيتواجد بيعمل لك صوت. لكن قصدي اقول ان احنا بنلعب النهائي في بره ارضك وفي جمهور للترجي، فكفى عنده يعني شويه اعلى مننا. لكن بامكانياتنا بلاعبتنا عملنا احلى مباراه.
يعني حقيقي انا احكي لي بقى المباريات اللي الاسبوعين لتا. كان ساعتها اسبوعين لسه ما بين المباراه والمباراه. الاسبوعين اللي ما بين المباراتين فكرتوا ازاي؟ اللعيبه الكبار كان دورهم عامل ازاي؟ عايزين برضو نوصل للجمهور قد ايه ان النادي الاهلي دايما عنده حاجات ثابته بنفضل نشتغل عليها من 1907 لغايه دلوقتي. بص يا كابتن اسلام، حقيقي كان في حاجتين في الـ في الـ في التوقيت ده او في البطوله دي بالذات، لان احنا كنا ما بنشاركش في 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 الدوري لان كان حصل ظروف احداث بورسعيد والكلام ده. نعم. فكنا يعني في ضغوطات كبيره جدا علينا ان احنا كلاعيبه عايزين نجيب البطوله دي للنادي الاهلي وبطوله للجمهور عشان نقدر نرجع الكره بشكل كويس، تبقى البطوله دي تعويضا للاحداث اللي حصلت. أيوة. يعني كان عندنا كذا حافز وده اللي ادى ان احنا ناخد البطوله بصراحه يعني. وكان في التوقيت ده كان في لعيبه، يعني انا اتذكر في النهائي كان قاعد متعب، كان بره ربنا يشفيه طبعا. انا سمعت ان هو يعني لا هو زي الفل على فكره. بالمناسبه بما انك بتتكلم على متعب، لا هو متعب زي الفل يعني، وان شاء الله الفتره اللي جايه هو بس عشان كان واخد شويه ادويه منفخاه شويه. لكن هو زي الفل الحمد لله، ربنا يشفيه رب ويكون تواصل معاه دائما. ربنا يشفيه طبعا متعب، قيمه كبيره طبعا. اتذكر كان متعب قاعد احتياطي، كان بركات ابو تريكه كان برضو قاعد في الاحتياطي، وانا نازل الملعب شايف الناس دي كلها بره. انت بدات؟ انا بدات المباراه. ما طبعا انا جايب الجون بقى. ايوه. فكان ليا يعني النصيب ان انا اتواجد في الـ في الـ في النهائي. فانا شايف اللعيبه دي قد ايه حتى قبل المباراه حريصا ان احنا متعب كان بيتكلم معايا، ومع ان هو بطوله افريقيه وقاعد احتياطي ليا، قد ايه حريص ان هو يتكلم معايا، خلي بالك ركز وبتاع. فشفت النوعيه دي يعني ما شفتهاش في اي فريق بصراحه. شفت النوعيه قد ايه حريصه ان نجيب البطوله. عندهاش مشكله مين يلعب ولكن اسم النادي يعني الاهلي. لا كان في كلام كتير، المجموعه دي بره ازاي؟ يعني المجموعه دي بره ازاي؟ مع احترامي طبعا لكل اللعيبه اللي كانت متواجده، لكن انتوا نفسكم ما كنتوا بتبقوا نازلين الملعب ايه اللي يعني متعب وبطولات انا شخصيا قاعد بقول يعني طب في ضغط، يعني في ضغط اكيد هيبقى في ضغط عليا برضو ان انا طبعا المجموعه دي كلها بره، وقد ايه برضو محرصين ان هم يواجهوك. فكان الواحد عمل كل حاجه، نسي بقى خالص، نزل الملعب نسي كل حاجه. اللي شجعني بصراحه اداء اللعيبه. اداء اللعيبه، انا شفت اللعيبه 90 دقيقه قد ايه مركزه، قد ايه بيقدموا كوره كويسه. ايوه. وقد ايه بنروح للجون بشكل سلس، قد ايه 90 دقيقه مرت علينا كاننا في حفله. رغم مع احترامي طبعا للترجي في انتوا كنتوا يعني مستمتعين بالمباراه بالظبط كده. يعني حتى الناس كانت بتقول بعد المباراه، لا انتوا عملتوا احلى مباراه، احلى يعني احلى مباراه يعني شفناها من زمان للنادي الاهلي. مبسوط طبعا ان انا قدرت ان انا اعمل جون وحقق بطوله افريقيه. عملت جون اولاني اعتقد هو جون اولاني هو ده اللي فتح المباراه. كسبنا المباراه وقدمناها طبعا للجمهور، لشهداء النادي الاهلي في التوقيت ده.